الموقف اليوم على الأرض. أبشرك وأبشر كل المتابعين أن اليوم وقبل أن أدخل إلى الاستوديو طلع الجيش اليمني استطاعت أن تصل إلى ما يقارب مسافة 35 كيلومتر من قلب مدينة صعدة، وهي الحصن الحصين لهذه الجماعة من أكثر من محور تتقدم وبخطى واثقة وبثابتة وبدعم كبير من إسناد من طيران التحالف ومدفعيته على الأرض. أصبح الجيش الوطني اليوم يدير عمليات داخل البيضاء ويطهر أكثر من 5 مديريات كانت الميليشيات تستخدمها في مهاجمة باقي المحافظات مثل شبوة ومارب. أصبح الجيش الوطني اليوم يحرر أجزاء كبيرة جدا وبإسناد من المقاومة الوطنية ومن قوات التحالف على الساحل الغربي، وأصبح يقترب من ميناء الحديدة الذي ما زال الوحيد بيد هذه الميليشيات التي تستخدمه في تهريب الأسلحة وفي كل والأموال التي تأتيها من إيران الراعي الأكبر للإرهاب ومن قطر ومن على شاكلتها التي تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار الدول.